شكرك جدا جدا، وشكر موصول كمان لضيفتك دكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد. الحقيقة إنه لولا دقة تنبؤات هيئة الأرصاد ما كناش يعني هنشوف الاستعدادات اللي قامت بيها الحكومة عشان تحتوي هذه الموجة. فبنشكرهم طبعا، وتحية ليهم، وصباح الخير على هيئة الأرصاد، ونشكرهم شكرا جزيلا مرة تانية. أما دلوقتي هنروح لفقرة تانية، وزي ما تابعنا في بداية الحلقة الاستعدادات الكبيرة اللي بنتابعها خلال اليومين اللي فاتوا لمواجهة موجة الطقس السيء اللي بتمر بيها مصر، في دور مهم جدا بيأكد على أن الدولة بتهتم بكل فئاتها وبكل أطيافها، هو دور وزارة التضامن الاجتماعي اللي اشتغلت امبارح ومستمرة في العمل لحد النهاردة على إيواء المشردين وتوفير الدعم والرعاية ليهم. ومن امبارح الحقيقة يعني كان في تحركات سريعة لإنقاذ المشردين وضحايا الخلافات الأسرية والأطفال بلا مأوى. تفاصيل أكتر هنتعرف عليها من ضيفنا اللي منورنا النهاردة، الأستاذ علاء عبد العاطي، معاون وزير التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا أهلا بحضرتك يا فندم. مجهود كبير جدا حقيقة بنحييكم عليه، مجهود ملموس على أرض الواقع ووصل لفئات مختلفة زي ما قلنا في المقدمة، يعني فئات كتير كانت محتاجة الدعم ده. خليني أبدأ مع حضرتك من البداية خالص، من أول تلقيكم تقرير هيئة الأرصاد وتنبؤات هيئة الأرصاد، إزاي وضعتم خطة لاحتواء هذا الموقف؟ في البداية بس أنا حابب أوضح حاجة، إن وزارة التضامن الاجتماعي بتشتغل على ملف المشردين من كبار السن بلا مأوى والأطفال بلا مأوى في وضعية الشارع منذ عامين بالظبط، وتحديدا مع ملف المشردين من كبار السن ابتدينا من يناير 2019، إلا أنه بنشتغل بشكل تنظيمي وفي فرق عمل بتجوب الشوارع في توقيتات غالبيتها بتبقى توقيتات مسائية وليلية عشان خاطر هي الفترة اللي بينتشر فيها البرد ده في الأيام الطبيعية. من أول امبارح وأول ما تم إعلان أن في حالة طقس سيء هتجوب مصر، على طول تم تشكيل غرفة عمل مركزية في الوزارة من خلال توجيهات معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباش، على أساس إن احنا نكون بننزل بكثافة أكتر وعلى مدار اليوم، مش في فترات مسائية زي ما احنا منظمين في عملنا، إن احنا بننزل في فترات مسائية لأن هي الفترات اللي بينتشر فيها الكبار السن أو أهالينا من كبار السن اللي بلا مأوى، وفي نفس الوقت عشان برودة الطقس، على أساس إن بالنهار بيبقى الجو مش بارد جدا، انما احنا بنتعامل في الفترات الليليه اكتر. فمعالي الوزيره كانت توجيهاتها ان احنا لازم ننزل وبكثافه على كل مستوى المحافظات، وادت توجيهاتها كمان لمدير المديريات وكلاء الوزاره في كل محافظه، مدير مديريه التضامن الاجتماعي بكل محافظه ان هو يشكل فريق عمل، بالاضافه لفريق التدخل السريع الموجود في كل محافظه، عندنا في كل مديريه فريق تدخل سريع، عندنا كمان عددهم كم تحديدا يا استاذ علي؟ فرق التدخل السريع 26 فريق زائد الفريق المركزي 27 فريق. بيبقى مكانهم فين؟ في المديريه. فريق التدخل السريع المحلي داخل المديريه، ده فريق مجموعه من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مؤهلين ومدربين على التعامل مع الفئات المستهدفه في وضعيه الشارع، سواء الفئه المستهدفه دي طفل او شاب او امراه او رجل من كبار السن. دي الفرق على التوازي. عندنا كمان برنامج حمايه الاطفال بلا مأوى، هذا البرنامج وهو برنامج ممول من صندوق تحيا مصر او بالتنسيق ما بين وزاره التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، لانه برنامج قومي لعلاج والتصدي لظاهره الاطفال في وضعيه الشارع اللي هم ما لهمش مأوى. البرنامج بيشتغل بقى اكتر من عامين، الا انه منذ عام ابتدى البرنامج يتحول الى انه بدل ما يتعامل مع الاطفال في وضعيه الشارع فقط، بقى كمان يتعامل مع كبار السن بلا مأوى. لما جالنا بقى اول امبارح التقرير ومعالي الوزيره قالت ان لابد ان يتم تنسيق كل الجهود الموجوده في الوزاره ما بين فرق اطفال بلا مأوى وعددها 16 فريق، 17 فريق بيتبعهم 17 وحده متنقله في عدد 10 محافظات. ليه 10 محافظات؟ لان دي المحافظات اللي بيشتغل فيها البرنامج اطفال بلا مأوى اللي فيها نسبه كثافه الاطفال في وضعيه الشارع اكتر. وعندنا 27 فريق على مستوى الجمهوريه، دول فرق التدخل السريع. ده بينزلوا يجوبوا الشوارع، طبعا مش لوحدينا، احنا في تنسيق تام مع جمعيات اهليه، جمعيات كبيره بتشتغل معانا في هذا الامر برضو، ان هم بينزلوا وبيتعاملوا مع فرق التدخل السريع وفرق اطفال بلا مأوى على اساس ان هم برضو نشتغل على الناس اللي في وضعيه الشارع. فابتدى الفرق كلها تنزل
وبتجوب الشوارع على مدار الساعة. وامبارح تحديدا احنا شغالين من صباحا، امبارح صباحا يمكن مخلصين النهاردة حوالي الساعة 6 الصبح يعني من شوية، وفي فرق تانية ابتدت تنزل تاني. طيب أستاذ علاء، يمكن فرق التدخل السريع زي ما قلت حضرتك بتجوب الشوارع، لكن هل في آلية للتواصل معهم لو حد من طبعا. المواطنين شاف حالة قدامه؟ طبعا احنا عندنا اكتر من آلية للتواصل. عندنا في خط ساخن تابع للوزارة وهو رقم مختصر 16439، 16 وده بيتم تلقي عليه ممكن البلاغات، حضرتك تعيده علينا مرة تانية؟ 16439 ده الخط الساخن. وفي كمان خط ساخن خاص ببوابة الشكاوى الحكومية، وده بيتم الإبلاغ عن طريق مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء، 16528. وزائد ان احنا كوزارة التضامن الاجتماعي عندنا الصفحة الرئيسية بتاعة الوزارة على الفيسبوك بنتلقى عليها اي بلاغ. وزائد ان احنا عندنا كمان بقى غير البلاغات عندنا وحدة رصد داخل الوزارة، دي مهمتها الأساسية ان هي ترصد اي بوست او اي صورة تنزل على وسائل التواصل الاجتماعي على الصفحات الكبيرة، على أساس إن هو لو في أي بلاغ، هو طبعا ما بلغش الوزارة بس إحنا بنعتد بيه بلاغ، إن طالما نزل على وسائل التواصل الاجتماعي إحنا بناخده بلاغ وبنحوله على طول لأقرب فريق يتعامل مع الحالة. أستاذ علاء، يمكن امبارح شفنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي شباب بينزل يساعد الناس من غير ما يكون ليه أي علاقة بأي جهة، فهل لو في دلوقتي متطوعين او شباب عايزين يشاركوا مع حضراتكم في فرق التدخل السريع او في اي وحده من الوحدات الموجوده، هل في آليه ان هم ينضموا لهذه الفرق؟ بالفعل احنا كوزاره بنشجع جدا موضوع التطوع، وعندنا مبادره خاصه بالتطوع اسمها مبادره بينا مصر بكره تبقى احلى. هذه المبادره بتحس المجتمع متمثلا في افراده، سواء شاب زي ما حضرتك قلتي شباب او كبار سن عندهم من الوقت ان هم يتطوعوا في اي خدمه من خدمات وزاره التضامن الاجتماعي، فيلجا للوزاره او يلجا للصفحه الرئيسيه لمبادره بينا ويسجل بياناته عليها بيتواصلوا بيه، وبيبقى من ضمن فرق التطوع الموجوده التابعه للوزاره. احنا عندنا عدد كبير جدا من المتطوعين تابعين للوزاره، ومش بيشتغلوا على مستوى الميداني في الشارع فقط، لا ده بيشتغلوا او بينزلوا التطوع بتاعهم بيقضوه في دور رعايه الايتام ودور رعايه المسنين ودور رعايه المشردين ايضا. فهو ده دورهم، ان هم لما ينزل بيروح دور رعايه بيقدم خدمه داخل هذه الدور. احنا هدفنا من التطوع حاجه اهم من انه يبلغ. هدفنا من التطوع ان احنا بنعمل دمج ما بين المجتمع وما بين الفئات المستفيده داخل دور الرعايه، لان دور الرعايه عندي بتنقسم الى اكتر من فئه، عندي خاصه بالايتام، عندي خاصه بالاطفال في وضعيه الشارع، عندي اللي هم الاطفال بلا مأوى، عندي دور رعايه خاصه بالمسنين، صحيح. عندي دور رعايه خاصه بالمشردين، فعندي دور خاصه بالمعاقين، فتتعدد عندي دور الرعايه. الفئات دي علميا بنقول عليها فئات خاصه، ما بتبقى في عزله نوعا ما عن المجتمع. فاحنا لما اطلقنا المبادره بتاعت بينا اطلقنا هذه المبادره عشان يحدث اندماج او دمج صحيح. مجتمعي ما بين المجتمع وما بين الفئات المستفيده داخل دور الرعايه، ودي حاجه نقطه مهمه جدا الحقيقه، ده احنا بنشتغل عليه وعندنا كم فعلا من المتطوعين. يمكن كمان بنستهدف متطوعين يبقوا في وضعيه الشارع اللي هم المتطوعين العاديين جدا اللي مش ما عندوش وقت يروح مكان، بس شاف بعينه حد في وضعيه شارع يبلغ الوزاره على طول. وهنا ده بيبقى دور اخر للمتطوع، ان هو بيدينا الفرصه او بيدينا ضوء اخضر ان في المكان ده، او بيعمل لنا فلاشر كده ان في المكان ده في حد نايم، حد موجود، يا ريت الوزاره تدخل. بنعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي من ناحيه، بنعتمد على البلاغات من ناحيه، بنعتمد كمان على نزول الشارع، وان احنا دلوقتي بقى عندنا رصد كامل لكل لحالات المشردين. كنا بنعدي على المشرد من كبار السن ما عندوش الثقة في